وآخر فكرة حابب أختم فيها بالنسبة ل التفكر بهي الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنك إن حسيت بوقت من الأوقات إنه أنت عاجز أو غير قادر على القيام بتكليف ما، إنه يا أخي أنا ما عم بقدر أقوم صلي الفجر حاضر في المسجد مثلا، أنا ما عم بقدر قاوم الابتلاء الفلاني، ما عم بقدر واجه، ما عم بقدر أصبر، فالخلل أكيد فيك حيكون وليس بمقدرتك، لأنه بمقدرتك خلاص نحن اتفقنا عليها، هذا شيء حتما ضمن مقدرتك، يعني ما تفكر فيها أبدا ولا تشك 1%، رب العالمين إلنا اللي خلقنا هو أدرى فينا، فهذا الشيء حتما ضمن مقدرتك. ففي خلل أنا عندي، في خلل بالقلب، هذا القلب بدنا نغذيه، نلاقي طريقة كيف نغذيه لحتى يقدر يستسهل هي المهمة اللي عم نشوفها نحن صعبة. عرفت، تكون في احيانا بكون في مرض معين، مرض بهذا القلب، فيروس عم يمنعنا انه نواجه هي المهمة هي. فبدنا نحكي كيف بقى بالفترة المقبلة كيف امراض القلب وكيف بدنا نعالجها. السلام عليكم.